أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم، لكل ما هو جديد في عالم الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. تصدر اليوم هاشتاغ غبي عن مشاهير الحشيش وإعلامي آخر اسمه الحمراني، يذكر فيه أنه تم القبض على أحد مشاهير السوشيال ميديا السعوديين اللي مقيم هنا في دبي، ومعه فنانة سورية تدعي دائما أنها سعودية. لكن أنا بقول لك حاجة، أنا ما ممكن أعلق على أمور ما أعلن عنها صراحة من قبل الإعلام الأمني بشرطة دبي، ولا أعلق على حاجة ربنا ساتر عليها وتي أنت تفضح فيها ويمكن تكون مو صحيحة. أنا دائما تعليقاتي على الأشياء اللي الفاضحة اللي يرتكبها الشخص نفسه ويحط. لكن أنا بقول بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة تماما. أنا كلمت الصبح اليوم ولقيتها مضايقة، قلت ليش مضايقين؟ الفنانة ميساء مغربي تقريبا لها 18 سنة هنا في الإمارات، ولها سامات عديدة، وهي محبة وعاشقة للإمارات وللسعودية، ولها احترام بالوسط الفني. فأقول عيب يا ذباب إلكتروني يا قذر أنك أنت تشرك أو تحط اسم فنانة محترمة في هاشتاقات غبية وقذرة. والذباب الإلكتروني معروف من وراه وإيش هدفه. وأقول لك أنت يا الصحفي الحمراني لا تفرح بالمليون اللي وصلت لهم من خلال أكاذيب وألعاب، لأنه هاي الأشياء ما تدوم، والصحافة الصفراء لا مكان لها في خليجنا وفي مجتمعنا المحافظ. وللعلم الإمارات بلد فيها قانون، ولا يمكن يكون لوحدة قاصر إقامة كذا عبثا إلا إذا كانت على كفالة ذويها أو إذا كانت على كفالة منشأة تعليمية. فهمت ولا وصل لك الرسالة؟ السلام عليكم.